وصف الكلمة ليكم أميرة. اليوم نحكيو على العنف المدرسي، كيفاش ممكن الحد منه؟ بالضبط. لبنى الكلنا، الشارع التونسي البارح الكل تابع الحادثة نتاع التلميذ معتز، الله يرحمه وربي يصبر عائلته. اليوم باش ناخذوا الموضوع بصفة عامة، اليوم العنف المدرسي لبنى اللي قاعد يتفشى نهار بعد نهار. خلينا بصفة عملية، شنو الحلول اليوم؟ كيفاش نجموا نتصدوا له الظاهرة هذه باش ما تزيدش تكبر أكثر وأكثر؟ اليوم باش تنضم لنا لبنى مدام جودة دحمان، كاتبة عامة مساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي. مدام جودة صباح خير ومرحبا. أهلا وسهلا وشكرا أنك قبلت التدخل معنا. مرحبا، مرحبا بيكم، مرحبا بكل المستمعين، وشكرا لكم على الاهتمام بالموضوع. العفو. يعيشك مدام جودة. اليوم ظاهرة العنف المدرسي خلينا نقوله آفة قاعدة تفتك بصغيراتنا، سواء في وسط الوسط المدرسي ولا حتى خارجه. اليوم شنية الحلول العاجلة اللي تقترحها سيادتك باش نجموا نحدوا من الظاهرة هذه؟ والله أغزر، ريت العنف هذايا قاعد كل عام يتعاود، والعنف راهو مش حكاية حلول. الحلول حكينا فيهم، ثم سياسة متاع دولة لاحظ لي أنت تجبد موضوع العنف كل ما تصير كارثة، ونحن معناتها نبهنا وقلنا راهو المشاكل معروفة وصارت معناتها برشا أحداث متاع عنف، ونذكروا زميلنا معناتها اللي صار معناتها في كيف كيف في بن عروس معناتها فهمت نفس المندوبيه صارت معناتها احداث نتاع عنف خطيره، وزميلنا معناتها قريب لمات. في اليوم قلنا راهو الوسط التربوي ماهوش محمي، المؤسسات ماهمش محميه، ظاهره العنف هي ظاهره مجتمعيه معناتها هذه معناتها لازمنا نشوفوها تو تدرس، ولكن ثم سياسه نتاع دوله لازمنا معناتها نحطوا المساله نعطيوها الاهميه نتاعها باش نجموا نلقاو حلول. مش معقول نقعدوا نشدوا على العنف كان وقت اللي تصير كارثه، لن تتوقف ما دام ما وصلناش حطينا على الطاوله الاشكال واعطيناه الاهميه الكامله باش نلقاو الحلول الاشكاليات. ما دام للاسف الشديد باش نقعدوا كل مره معناتها نخسروا في معناتها في شبابنا، نخسروا في اساتذتنا، نخسروا في الاطار التربوي. مدام جودة دحمان، علاش ما تحطتش الحلول على طاوله النقاش؟ علاش فما مجموعه من الشعارات تبقى شعارات؟ خاطر الشان التربوي لليوم مش ماخذ الاهميه اللي لازم ياخذها. خاطر حكينا من قبل قلنا راهو عندنا اشكاليات، راهو المؤسسات ما عادش محميه، راهو معناتها ثم ظاهره نتاع عنف في المجتمع، راهو لابد من كونا ناخذوا الاجراءات الضروريه. هذه هي معناتها الناس اليوم اللي في يدها اللي تحكم، اللي الناس اللي هي مسؤوله بدرجه اولى ما همش معناتها عاطين المساله الاهميه اللي لازمها. فما موضوع اكثر اهميه من الموضوع هذايا، من مستقبل صغيراتنا، من امان سلامه صغيراتنا. الامانه واجا نقول لك ريت كان نزيدوا نشوفوا العنف اللي قاعد يتسلط على مثلا على التلامذه. راهو ريت قبل هذيك ظاهره من ظواهر العنف الخطيره، اللطف اللي في الاخر استخدام السلاح وادت الى معناتها وفاته، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه وبالحق، والكلمات الكل تفقد معناها، وربي يصبر عائلته. خاطر حاله معناتها حاله نتاع فزاع، كارثه حقيقيه من الكلام ما عنده حتى فيها معنى الا كونه نطلبوا الرحمه ليه وربي يصبر عائلته. ثم برشا عنف، التلاميذ قاعدين يتسلط عليهم العنف من التلميذ اللي ما يلقاش وسائل النقل باش توصلوا لمؤسسته في 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 في, في وقتها، التلاميذ يتسلط عليهم العنف من اللي يلقاو معناتها ثم اكتظاظ كي يقعدوا بلاش مدرس، هذاك نوع من العنف قاعد يتسلط، الى ان ناتي لكونه العنف هذايا اللي التلاميذ والسلاح هذايا والمخدرات والمشاكل هذايا الكل اللي معناتها الحقيقه الدوله لابد انها تتحمل في المسألة هذه. مدام جودة معناها تحب تقول لنا اللي العنف كما سميته سيادتك المتسلط على خلينا نقولوا المشاكل اللي قاعد يعترضهم التلميذ باش يوصل للوسط المدرسي، هما اللي قاعدين يولدوا العنف اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم في تصرفات التلميذ؟ يا اخي التلميذ ما هو التلميذ، راهو التلميذ معناتها ينتمي الى هذا المجتمع، وثم توا عنف في المجتمع. الظاهره نتاع العنف هي ظاهره مجتمعيه معناتها ظاهره في منتشره، ولات منتشره بكثره،
ومنتشره بكثره، باش تكون عندها النتائج نتاعها وخيمه جدا عند صغيرات مازالوا في الـ في الـ في, الـ في سن المراهقه، مازال شخصيته قاعده تتكون، مازال شخصيته قاعده تتثقل، معناتها وقت اللي نحن ما نحميوهوش كما يجب تصير معناتها مآلات خطيره وخطيره جدا. معناتها الوسط المدرسي خلاف معناتها الباهي داخل المؤسسه ثم نقص كبير في الاطار نتاع الاشراف من قايمين ومن الناس اللي باش تلهى بالكلام ذا. وقدام المؤسسات التربويه راهو ما سماش حمايه، المؤسسات التربويه غير محميه حتى بالحد الادنى راهو. بالضبط، حتى بالحد الادنى. حتى بالحد الادنى، الحد الادنى هذايا راهو موكول على السلطه. كيف تشوف الحد الادنى نتاع الحمايه؟ ويتقبل تلميذ قدام المدرسة في يوم العودة المدرسية اللي هو من المفروض يوم فرحة للعائلات الكل وللتلميذات الكل، معناتها يتحول إلى مأساة، نخسر تلميذ هكاكا، معناتها حاجة تأسف وتأسف جدا. إلى متى باش نقعدوا نحكيو على العنف كان وقت اللي تصير كوارث يا رسول الله؟ بالضبط. مدام جودة، الحد الأدنى متاع الحماية قدام قدام الوسط المدرسي كيفاش تشوفوا سيادتك؟ معناها طالبنا حتى بدوريات أمنية تصير. بالضبط، طالبنا بدوريات أمنية على الأقل حتى كي معناتها كي كي معناتها كي تتعدى على الأقل، على الأقل ثم معناتها أموا بلكي نجموا نتجنبوا الحد الأدنى من هذايا. أما مؤسسات هكاكا ماهيش محمية بالكل وتصير قدامها مشاكل وتصير قدامها تلامذة تتعارك وتصير في وتتجبد فيها السلاح الأبيض وتتجبد فيها معناتها هاو بالدليل تتغر معناتها تلميذة تلميذ مات، ما هذه مسؤولية شكون؟ هذه مسؤولية الإدارة، مسؤولية المدير كي هو بيد الإطار التربوي ماهوش محمي، ولا العناصر الداخله واللي ما عندهاش حتى انتماء للمؤسسات وتدخل. راهو الوضع التربوي اليوم وضع صعيب، صعيب برشا. العوده كانت، العوده كانت صعيبه، فيها الظروف الموضوعيه وفيها برشا معناتها من ما تمش التحضير لها كما يجب. ونعاود نقولها ال 200 الف مره، اللي عشنا اربع اشهر من العبث في وزاره التربيه خلات كونها الناس ما تحضرش كما يجب، وخلت الناس تخدم تحت ضغط، والعوده المدرسيه بصعوباتها اللي متعوده كل عام كانت العودة أصعب، على خاطر الأربع أشهر اللي تعدات في وزارة التربية ما كناش لاهيين بالشأن التربوي كما يجب، كنا لاهيين بكل شيء إلا بالشأن التربوي، وتوا هذه نتيجة من النتائج. إن شاء الله ذاك حد الباس، وإن شاء الله معناتها صوتنا يوصل للمسؤولين، وإن شاء الله معناتها ظاهرة العنف هذيا نتصدوا لها قبل ما تزيد معناتها تتعمق، وقبل ما نسمعوا بكوارث أخرى تصير في المؤسسات وإلا تصير أمام المؤسسات التربوية. بالضبط. مدام جودة دحمين، كما قلت أنت، باش نتجنبوا ما هو أخطر، وباش ما تزيدش نفقدوا أكثر أولادنا، وباش ما نزيدوش نتصدموا بأحداث وبحوادث أكثر. اليوم أنتم الجامعة العامة للتعليم الثانوي ناويين تعاودوا تطرحوا ملف العنف في المدارس لصورة الإشراف؟ ناويين تعاودوا؟ راهو الملف هذايا عندنا المشاكل بالجملة، مشكلة الاكتظاظ، مشكلة الإطار الأساتذة اللي ناقصين، مشكلة الكوليجات. بربي كيفاش تحب يصير شأن التربوي في كوليج يبدا فيه 800 تلميذ وثما فيه قيم كهو، وإلا ما ثماش فيه قيم؟ راهو اليوم المديرين يعيشوا في وضعية متاع ضغط صعيبة، وصعيبة برشا، معناتها ثم صعوبات، أما زاد ثم حد أدنى راهو باش نواجهوا صعوبات، ما تنجمش معناتها ما تتوفرش حتى شيء، ونطالبوا من الناس باش تلقى حلول. اليوم لابد من لفتة كبيرة إلى الشأن التربوي واللي قاعد يصير، وقلتها ونعاودها، راهو واهمين لو كان نعتقدوا كون العودة المدرسية مجرد مسألة تقنية، وكونها الأساتذة تمشي للمؤسسات والتلامذة تمشي تقرأ. ما هي الظروف التي هيئت للإطار التربوي لإنجاح واستكمال عودة مدرسية تكون جيدة وموفقة وتعطي معناتها تمشي نبنيه بها لسنة دراسية بطريقة صحيحة؟ هذا سؤال نوجهوه من خلالك لوزارة التربية اللي قاعدين نحاولوا نتصلوا بها تباعا. مشكورة جدا مدام جودة دحمان على التفاعل معنا. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس أفام. مشكورة جدا أميرة بوستة. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم شارع تونسي. تحية كبيرة لحمزة في الإخراج، سليم في الإخراج الرقمي، أميرة في الإعداد. أنا مبقى لكم شنقول لكم لبنى بالدافلة مان، وباي باي.